احنا النهارده هنتكلم عن الجزء بتاع الويت انيشلايزيشن. احنا كنا جبنا سيرته قبل كده وقلنا ان احنا نقدر انيشلايز الويت بطرق مختلفه بس ما اتكلمناش عليها, وهنتكلم على انواع تانية من الريجولاريزيشن غير اللي احنا خدناها. كلهم هتلاقيهم في الاخر بيصبوا في نفس الاتجاه ان احنا في الاخر عايزين برضو نحسن اكيد البرفورمانس بتاع الموديل بتاعنا. فاحنا في ليكتشر 7 ويك 9. في ناس سألتني على الكويز انا هحطه بعد ما نخلص لكتشر 7 و 8, يعني بعد اللكتشر دي واللي بعدها نفس الحكاية تو لابس برضو, فمش هحط مش هدخل فيهم بقى 6 عشان لكتشر 6 ولاب, يعني لكتشر 6 دخلت في امتحان الميدتر. هشوف مع برديس هي هتقول لكم بقى بالظبط لو هي هتدخل لاب 6 في الكويز بتاع اللاب ولا لا, وهتعمله امتى بالظبط برضو شوفوا معاها يعني. بس انا بالنسبة لي في الكويز بتاع اللكتشر هيبقى على لكتشر 7 ولكتشر 8 ان شاء الله. احنا النهارده ليكتشر 7, الاسبوع اللي جاي ليكتشر 8, يبقى الاسبوع اللي وراه ان شاء الله. الانيشلايزيشن بتاعه الويت, يعني اول حاجه هنحطها للويت. احنا كنا قلنا ان احنا ممكن كنا دايما كده بنقول ان احنا ايه, تعالوا نقول ان احنا حطينا راندوم ويت هيحصل كذا 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 بعد كده, تمام. عايزين بقى نركز اكتر على ازاي ان احنا نحط initialization للweights وازاي ده هيفرق معانا في الموديل بتاعنا بعد كده. الinitialization احنا في الاخر احنا واحنا بنحاول نعمل نجيب الoptimal او واحنا بنحاول نجيب المينيمم, فهيفرق اكيد احنا بدأنا فين صح؟ يعني احنا هنا مثلا لو بدأنا فوق, معلش هو بتاع الشاشة باظت عندي, لو احنا بادئين هنا مثلا ماشي, يبقى احنا هننزل لو نزلنا في لوكال مينيمم هيبقى اقرب واحد اكيد. فكل ويت الانيشال فاليو بتاعه برده هياثر في احنا في الاخر رحنا مثلا في انهي لوكال مينيمم في انهي حاجه, يبقى الانيشلايزيشن بتاعه الويتس هتفرق معانا. بس مش بس في حته اللوكال مينيمم, لانه ممكن يقع ينزل في لوكال مينيمم بس ممكن في الاخر في اي حته, يعني لو عملت انيشلايزيشن في اي حته ممكن تبقى النتيجه متقاربه. فمش هي دي بتاثر, بس برضو مش هي دي يعني ايه اكتر حاجه بتاثر في الويت انيشلايزيشن حته اللوكال مينيمم دي, لكن في حاجات تانية بتفرق هنشوف. يعني احنا مثلا لو قلنا تعالوا ان احنا نحط كل الويتس بزيرو مثلا, هنبدا انيشلي ان احنا نحط كل الويتس بتاعتنا الاول بزيرو. لو عملنا كده ايه اللي هيحصل للجريدينتس؟ ممكن على فكره في الثانيه الويت برضو يفضل زيرو ما يعملوش ابديت من اول فورورد باس حتى, ايه اللي هيحصل وانت حاطط كل الويتس بزيرو؟ يعني الاوتبوت هيبقى حاجه صغيره جدا, وفي الاخر هو متاثر يعتبر بالبايس بس كرقم. اوكي هو ده اللي بيتعمل عليه كل الاكتيفيشنز بعد كده. هيدن يونتس كلها هتطلع ايه, هتطلع بدل ما هي كانت هتعمل سميشن وتطلع بايس, هي هتطلع البايس بس. كل يعني كل هيدن لير هتطلع النيورنز بتاعتها هتطلع الاكتيفيشن بتاعت البايس بس يعتبر, تمام. فيعتبر بيطلعوا نفس الحاجه, مفيش سيمتري بريكنج, هيبقى دايما كل النيورنز في لير بيتعلموا تقريبا نفس الحاجه, learn the same thing عشان ما بقاش فيه فروقات ما بينهم. ما عندناش حتى هنا بايس, وقلنا ان احنا عندنا كده فولي كونكتد اتنين انبوت مع اتنين نيورنز. اوكي المفروض لو احنا حطينا دلوقتي الويتس كلها بزيرو الاكتيفيشنز دي هتبقى بزيرو. اوكي واللي هيطلع من الاكتيفيشن فانكشن برده هيطلع بزيرو, ده لو من غير بايس. لو رجعنا تاني وعملنا باك بروباجيشن هيبقى دايما يعني في اول ابديت مثلا ويت 1 1 ويت 2 1 هيبعدوا عن زيرو بس هيفضلوا ايكوال برضو. والحاجة التانية انه الاوتبوت اصلا هيطلع صغير. لما الاوتبوت يطلع صغير واحنا نيجي نعمل باك بروباجيشن ايه المشكلة اللي احنا هتقابلنا زي ما كنا قلنا قبل كده؟ الفانيشنج جريدينت, تمام. فهو صغير وكمان المشكلة الاكبر مش بس ان هو صغير, المشكلة الاكبر ان هما هيبقوا دايما زي بعض, يعني دايما بيتعلموا نفس الحاجة في كل مرة, مفيش ويتس بيحصل لها ابديت بطريقة مختلفة عن الويتس الباقية, كل الويتس بتحصل لهم ابديت زي بعض. هما في الاول هيبقوا زي بعض وكل مرة هيريسيف ذا سيم ابديت ات ايتش ستيب, ففي الاخر هما بيتحركوا سيمتريك.
هنشوف النهارده حاجات في الريجولاريزيشن هتلاقوها ان هي ممكن تكسر السيمتري دي، بس حاليا هي تعتبر كده توتالي سيمتريك، تمام؟ مش هنعرف ان احنا نبريك السيمتري دي. مش بس على فكره لما يبداوا بزيرو، لو هما بادئين باي رقم كونستنت هيبقى عندنا نفس المشكله دي، ان هما دايما هيفضلوا سيمتريك حتى لو احنا بادئين برقم كونستنت كبير مش صغير، برضو هما دايما هيفضلوا بيريسيف ذا سيم ابديتس عشان الجريدينتس بتاعتهم اللي بتابديت هتبقى بنفس الطريقه. كل الهيدن نيورونز هيبقوا كل لاير كل النيورونز اللي فيها هتبقى بتابديت زي بعضها. فنقول خلاص، طب بدل ما ناخد ان هما كلهم يبقوا زي بعض، احنا عايزينهم ما يبقوش زي بعض، فنقول خلاص هناخدهم راندوملي. راندوملي دي ممكن نقول خلاص هناخد النورمال ديستريبيوشن اللي هي الجاوسيان ديستريبيوشن. اوكي، النورمال ديستريبيوشن طبعا لها اشكال مختلفه. احنا ممكن نقول ان احنا عايزين الفارينس بتاعها يزيد او يقل، شكل النورمال ديستريبيوشن بيختلف. تمام، فانتوا فاكرين فكره الجاوسيان ديستريبيوشن النورمال ديستريبيوشن الحاجات دي؟ كله على الجزء. طيب ايه اللي هيحصل لو بصينا على اول واحد ده الطويل ده؟ الفاليوز اللي فيه عامله ازاي؟ تعتبر متركزه في حته معينه. ايوه، متركزه في حته معينه، مش ستيب. ستيب ده لو انت بتتكلم على الفاليوز بتاعت الواي. احنا ما فيش فاليو في الواي. احنا الواي ده عندنا ايه هو في الديستريبيوشن؟ الفريكوينسي. يعني زي ما عشان كده انا جايب لكم الصوره دي، يعني الواي دي معناها في كام حد الفاليو بتاعه زي الاكس هنا. فلو انا قلت مثلا ان هنا ده عالي قوي كده، يبقى معناها ان كتير قوي فاليوز في الحته دي، يعني كتير قوي فاليوز عند الزيرو. وهنا يبقى برده كتير قوي فاليوز عند مثلا 0.001، يعني متركزين حوالين الزيرو. فاول واحده دي الطويله دي معناها ان الفاليوز كتيره قوي صغيره، الفاليوز صغيره كتيره قوي قريبه من زيرو. معظم الفاليوز بتاعتنا هتبقى قريبه من زيرو، يعني معظم الويتس بتاعتنا لو احنا هنخلي الويتس بتاعتنا نورمال ديستريبيوشن، معناها ان معظم الويتس بتاعتنا هتبقى صغيره قوي قريبه من زيرو. ولو زودنا الفالنس كده، لو خدناها ان هي 1 مثلا، يبقى ايه؟ خليناها تبقى نورمال، تبقى فاليوز واخده فاليوز اكبر. كل ما بنزودها كل ما بنزود نكبر الفاليوز، توصل بدل ما كانت عند الزيرو تبدا تكبر وتبعد عن الزيرو. طيب تعالوا الاول نجرب ان احنا ناخدها بالستاندرد ديفيشن زيرو. انا كنت بقول على اللي هي الستاندرد ديفيشن هنا دي الطويله دي، النورمال ديستريبيوشن العاليه دي، يعني الستاندرد ديفيشن فيها ممكن تكون صغيره قوي، واللي هي عامله كده الفلات كده دي، يعني الستاندرد ديفيشن بتاعتها اعلى. تمام، فخلاص نقول طيب نجرب الاول لو الستاندرد ديفيشن صغيره. لو الستاندرد ديفيشن صغيره يبقى معناها ان احنا هنختار سمول راندوم نمبرز فور ذا ويتس. يبقى ساعتها ايه اللي هيحصل؟ يبقى احنا بدل ما كنا هناخدهم كلهم زيرو او هناخدهم كلهم كونستنت، لا احنا دلوقتي عايزين ناخدهم كلهم فاليو صغيره، هما مختلفين عن بعض بس فاليو صغيره قريبه من زيرو. الويتس هتبقى شكلها كده. ايه اللي هيحصل ساعتها؟ هما برده هيبقوا قريبين من زيرو، يبقى ايه المشكله اللي هتفضل عندنا؟ هما خلاص ما بقوش سيمتريك زي لما كنا هنانشلايز كلهم لنفس الحاجه، بس المشكله ان الايه الفاليو صغيره. فهيحصل ايه؟ ما هي برضو كمان قريبة من بعض، تعتبر مش بعيدة قوي، بس هي مش سيمتريك خلاص. فهنرجع تاني لمشكلة الفانيشنج جريد بالظبط، يعني احنا هنرجع تاني للمشكلة ان الاوتبوت بتاعنا هيبقى صغير. تمام، تعالوا نقول ان احنا هنجرب دلوقتي الجوسين ده بزيرو مين. احنا الجوسين بنصفه بحاجتين، بنصفه بالمين والستاندرد ديفيشن. هنا مثلا لما كلهم عندهم نفس المين ولا لا؟ دول كلهم عندهم نفس المين. تمام، يعني ايه نفس المين؟ يعني احنا لو زودنا المين بيحصل ايه؟ بتتحرك الناحيه دي، ولو قللنا المين بتتحرك الناحيه دي. والستاندرد ديفيشن هي اللي بتعمل ايه؟ زي ما قلنا بتركز الفاليوز في النص، او ان هي بتبدا تخلي الفاليوز مختلفه عن بعض واكبر. هنا الفاليوز صغيره قوي وهنا الفاليوز كبيره. تمام،
فاحنا هنجرب الاول بستاندرد ديفيشن صغيره وهنقول زيرو مين عشان احنا عايزينها تبقى سنترد. تمام. طيب دلوقتي هنقول هنجرب برده بال10 اتش اكتيفيشن فانكشن وعندنا 10 لايرز بس ب 500 نيورون. طبعا اي مشكله هنتكلم عنها فهي هتزيد اكتر لو احنا عندنا ديبر نتورك بمور لايرز يعني. احنا هنجرب بس ب10 لايرز ونشوف ايه اللي هيحصل لو احنا بادئين اول اكتيفيشن كان شكلها عامل كده اول انبوت يعتبر كده عندنا او يعني بعد ما اول مره استخدمنا الويتس ايه اللي هيحصل بعد كده في كل فورورد في كل لير بنعدي عليها واحنا في الفورورد تشينينج ال10 اتش بتخليهم يحصل لهم كده يحصل سكويشنج للفاليوز لدرجه ان معظمها بتروح في الاخر وفي الاخر بتفضل اللي في النص بس اللي هي قريبه قوي الزيرو دي والباقي كله بيبقى زيرو فالاوتبوت بتاعنا هيقرب للزيرو لان احنا لو بصينا على 10 اتش المشكله انه دلوقتي بقى عندنا يعني المشكله ان احنا دلوقتي بقى عندنا الفاليوز دلوقتي الاوتبوت نفسها هتطلع قريبه من زيرو هنرجع تاني لقصه الفانيشنج جريدينت بس بسبب الاوتبوت بسبب ان الاوتبوت نفسه صغير تمام مش بسبب الساتوريشن اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده ليه لان احنا هنا مش في الساتوريشن احنا فين بصوا على ال10 اتش فانكشن احنا فين دلوقتي الحته اللي في النص دي الحته دي في النص دي ما فيهاش ساتوريشن بس ايه مشكلتها ان الفاليو صغيره قوي قريبه من زيرو يعني لما الفاليوز تكون احنا مدين لها فاليو صغيره قوي فهي هتطلع برده فاليو صغيره قوي يعني احنا مدين لها فاليو صغيره قوي فاحنا هنا في الحته دي حوالين الزيرو فهي هتدي لنا فاليوز برده صغيره قوي في الواي اكسس قريبه برده من الزيرو يبقى الاكتيفيشنز اللي هتطلع هتبقى برده صغيره تمام يبقى في الاخر الاوتبوت اللي هيطلع لنا هيبقى صغير هيفضل يصغر لو جربناها حتى هنا مثلا دي بخمسه لايرز عشان نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي وبنعمل الباكورد باس هنلاقي بقى مشكله الفانيشنج جريدينت برده تمام عشان الاوتبوت صغير الاوتبوت لما يبقى صغير هياثر على الجريدينت فبعد كده هيطلع لنا الجريدينت كمان هيقرب من الزيرو لا مش بيغيرها احنا دلوقتي احنا بنفترض مع بعض كذا طريقه ان احنا انيشلايز الويتس في الاول خالص مره واحده يعني هو بينيشلايز بعد كده بيتغير مش احنا بنانيشلايز الويتس كده كده لاي رقم انا قصدي على راندوم مثلا يعني هو بيقعد يغير لا راندوم يعني الويتس راندوم الويتس كلها الويتس كلها راندوم بدل ما كلهم تحطهم مثلا بزيرو او كلهم تحطهم مثلا بفايف او كلهم تحطهم كده عايز تحطهم بارقام مختلفه عن بعضها من الاول فبنفكر لو عملنا كده ايه اللي هيحصل لو حطينا نورمال ديستريبيوشن قريبه من ارقامها صغيره هيحصل عندنا فانيشنج جريدينت بسبب ان الاوتبوت هيطلع صغير رغم ان مفيش ساتوريشن يعني حتى لو في 10 اتش فانكشن ما رحناش في الحته بتاعه الساتوريشن بس ستيل احنا هيبقى عندنا مشكله الفانيشنج جريدينت بسبب ان الاوتبوت هيبقى قريب من زيرو اوكي طب نقول خلاص احنا المشكله كانت ان الارقام صغيره خلاص نحط بيج راندوم نمبرز في البيج راندوم نمبرز لو احنا لسه بال10 اتش فانكشن برده هيحصل عندنا ايه المره دي هيحصل ايه هي اصلا بالظبط ساتوريشن انت لو بصيت هنا صح هتقرب من 1 ونيجاتيف 1 اللي هما في 10 اتش لو الارقام كبيره هيبداوا ان هما يبقوا يا 1 يا نيجاتيف 1 تمام فاللي هيطلع شكله عامل ازاي هتبقى في الاخر الارقام كلها متركزه عند 1 ونيجاتيف 1 احنا عايزين حاجه ايوه بالظبط فاحنا عايزين حاجه تكون في الوسط ولا ان هي فيري سمول نمبرز ولا ان هي فيري بيج نمبرز لان احنا دلوقتي روحنا لما كبرنا الارقام بعدنا عن منطقه الزيرو دي بس قربنا من منطقه الساتوريشن فبدات تبقى الارقام يحصل ساتوريشن ونرجع تاني لمشكله الفانيشنج جريدينت بس كوزد المره دي سببها المره دي الساتوريتد اكتيفيشن فانكشنز مش السمول ويتس
اي فاحنا عايزين بقى نحل المشكله دي ان احنا عايزين الاوتبوت جنريتد باي ايتش لاير ما يبوظش الديستريبيوشن بتاعنا ده اللي احنا عملناه في الاول. مش عايزين في كل شويه الديستريبيوشن يبوظ. فقالوا ساعتها نعمل حاجه اسمها ده راجل اسمه هما بيتقوها هافي زيفير وفي بيقولوها هافي عشان ينطقوها صح زي الاصل بتاعها. انيشلايزيشن. الراجل ده اقترح ان احنا عايزين نحافظ على الفارينس كل مره ما بين الانبوت والاوتبوت بتاع كل لير. عايزها جوستشن وذ زيرو مين. بس ازاي نختار الستاندرد ديفيشن بحيث ان هي زي ما انتوا قلتوا ما تبقاش ولا ستاندرد ديفيشن صغيره قوي فتخلي الارقام صغيره قوي ولا كبيره قوي فتخلي الارقام كبيره قوي. تمام. ف عايز يخلي الفارينس تفضل ثابته. تمام. فعايز هو هي دي لها برضو ديريفيشن. تمام. بس احنا في الاخر عايزين ايه؟ النمبر اوف نيورونز هتفرق معانا ولا لا؟ النمبر اوف نيورونز هتفرق معانا ان احنا عايزين في الاخر ان الفارينس قبل ما تدخل على النمبر اوف نيورونز وبعد ما تطلع منها تفضل محافظه على نفس شكل الفارينس، ما تروحش للناحيتين ولا تروح للنص، عايزينها تفضل محافظه على شكل النورمال ديستريبيوشن بتاعها ده. فاحنا عايزين الفارينس بتاع الويتس يبقى 1 اوفر n اللي هي n هي النمبر اوف انبوت نيورونز. ان ده هيكنسل ال n فهيطلع لنا في الاخر الفارينس ده هو نفس الفارينس ده. تمام. هتفرق حسب عدد الانبوتس. كل ما عدد كل ما عدد النيورونز يزيد كل ما ايه هتصغر. عشان ده الشكل ده بيورينا كده ان كل ما عدد النيورونز هيزيد كل ما الرقم هيطلع صغير عشان احنا بنقسم على n. جربنا بقى هنجرب نفس اللي احنا جربناه قبل كده بال 10 اتش اكتيفيشن ده. بس لما خلينا الفارينس بتاع الويتس ادينا له 1 اوفر n. احنا اول مره جربناه خالص في الاول كنا جربناه ب 0.1 فطلعت الارقام صغيره، وبعدين لما جربناه ب 1 طلعت الارقام كبيره وحصل ساتوريشن. فهو اقترح ان احنا نخلي الفارينس 1 اوفر n عشان نكنسل الاضافه اللي بتحصل في كل مره اللي هي على حسب عدد النيورونز اللي موجوده في اللير في كل لير. فاحنا دلوقتي هناخد الفارينس كل مره نقسمه على العدد النيورونز. فلما جربوا الحكايه دي لقوها فعلا بتحافظ على الديستريبيوشن انها تفضل نفس شكل الجوسن ديستريبيوشن وما تتاثرش كل مره بالاكتيفيشن انها تبوظ الديستريبيوشن بتاع الويتس او تركزها في حته معينه. فبقت كلها تقريبا واخده نفس الشكل. فعدد مثلا دي الرسمه دي في عدد 5 layers ودي في عدد 9 layers ودي في الجريدينتس. الجريدينتس كمان فضلت محافظه على شكلها ما بقاش فيه اي مشكله برده في الباك بروباجيتد جريدينتس لما رسمناها لانها برضو محافظه على نفس الديستريبيوشن. حته الان بقى الان اللي هناخدها ايه هي الويتس. احنا عايزين نحافظ على الويتس ان هي ما الويتس تفضل محافظه على الديستريبيوشن بتاعتها. يعني الاوتبوت ما هو في الاخر انت في الاول خالص انت انيشلايزنج الويتس دي في الاول. انت عايز بقى كل مره اللي هيحصل اللي هيطلع اوتبوت من كل لير ما يتاثرش في الاخر. كل ما يعدي على كل لير ما يتاثرش. انت مديله ديستريبيوشن قد ايه؟ مديله ستاندرد ديفيشن قد ايه؟ تمام؟ طب ال n ده بقى اللي هو عدد النيورونز. حاضر. دي؟ الجريدينتس. الجريدينتس كمان نفس التأثير حصل عليها لما احنا عملنا الجزيبية انيشاليزيشن دي. نفس التأثير حصل على الجريدينت ان هي في كل لير بعد كل لير الجريدينت ما تأثرتش في الرجوع كمان فما حصلش فانيشنج جريدينت. لو كان حصل فانيشنج جريدينت كنت هتلاقي ان الكيرف ده عمال يصغر برضو وبقى فيه حاجات كتير زيرو. هو ايه اللي بيضحك؟ الان بقى اللي احنا هنختارها اللي هي النمبر اوف نيورونز دي. ماشي.
الان اللي هنختارها دي هنختارها حسب اللي طالع ولا اللي داخل. يعني احنا عندنا في كل مره في حاجه اسمها فان ان وحاجه اسمها فان اوت. تمام. النمبر اوف ويتس ذات فلو انتو ايتش نيورون في النيورال نتورك اسمهم فان ان. يعني لو انا بص على النيورون ده وعايز اعرف كم ويت للنيورون ده، عدد الويتس اللي داخله على النيورون ده اسمها الفان ان، وعدد الويتس اللي طالعه من النيورون ده اسمها فان اوت. يعني النيورون ده عنده فان ان 2 وعنده فان اوت 3. في طبعا كذا طريقه بقى لاختيار الان دي يعني، بس عاده احنا بناخد حاجه ما بين الفان ان وما بين الفان اوت. لو احنا قلنا هنخليها فان ان هناخدها الفان ان، الاكتيفيشنز مش هيحصل لهم ولا فانيشنج ولا ساتوريشن زي ما احنا قلنا. احنا عايزين ان احنا هو احنا لو خدناها حتى فان ان كده بس فهي هتدينا الايفكت اللي احنا عايزينه. فان اوت هي اللي بتاثر واحنا راجعين في الباك بروباجيشن اكتر. فاحنا ممكن ان احنا ناخد الوسط ما بين الاثنين، يعني نعمل افريجنج ما بين الفان ان والفان اوت نمبر عشان نطلع الان. طيب لو احنا دلوقتي بدل ما كنا استخدمنا احنا كل ده، احنا جربنا دلوقتي ان احنا نستخدم الزافيه انيشلايزيشن. ما هي بتتعمل على كل لير. هي بتتعمل على كل لير. انت عايز الاوتبوت بتاع كل لير يفضل محافظ على نفسه كل مره. الزيفي انيشاليزيشن ده بقى احنا كنا مجربينه دلوقتي بال 10 اتش وطلع كويس. طب لو جينا بقى جربناه بالريليو هنكتشف ان الريليو بيضيع لنا نص الديستريبيوشن، بيكيلز هاف اوف ذا داتا. تمام. فكده هيبقى في اوتبوت برده كلوز تو زيرو اجين، اللي هو الاوتبوت اللي راح بسبب او الريلو، يعني الاوتبوت بتاعه اللي راح كده ايه هيبقى زيرو، هتقابلنا نفس المشكله. ففي واحد اسمه كيمينج وبرضه بيسموها زيفي اوفر 2، يعني عشان هو ما عملش حاجه غير ان هو قال خلاص احنا هنكاونتر افكت المشكله اللي حصلت دي، ان احنا بقى عندنا نص الداتا بس، هنضرب في 2 الفارينس، بدل ما هنخليه 1 اوفر ان هنخليه 2 اوفر ان، اكننا عملنا دبلنج للداتا اللي طالعه من كل مره عشان ما نبقاش ان احنا اكننا بنقسمها على 2 كل مره، فهنعملها تايمز 2. ده في الريلو بس، عشان في الريلو هو بيشيل نص الناحية الشمال كلها، فهنا بيستخدموا الانيشاليزيشن بتاعت XV over 2 أو اللي هو كيمينج هي، وفي بيسموها هي كمان عشان يعني هو بيسموها ساعات بالفيرست نيم بتاعه وساعات باللاست نيم بتاعه عشان ما تتلخبطوش، يعني لو لقيته كذا اسم ان هو ممكن كيمينج أو XV over 2 أو هي، ما عارفش بتنطق هي ولا بتنطق ايه، بس هما بيسموها الثلاث أسامي يعني. انيشاليزيشن هي مش مهم كل الاسماء دي، هي الفكره الوحيده فيها ان احنا في الاخر هنعمل الفارينس تبقى بدل 1 اوفر ان تبقى 1 اوفر ان اوفر 2، فهتبقى 2 اوفر ان، يعني ضربنا في 2 عشان كاونتر افكت حته ان احنا بنقسم على 2 واحنا بنكمبيوت الفارينس. فكده اكن الناحيه اليمين بتكبر اكتر فبتعوض الناحيه الشمال. ده هنا الجراف ده بيورينا الايرور ريت از ا فانكشن اوف ايبوكس، يعني الايرور ريت بيقل قد ايه. فالايرور ريت كان الاول لو احنا مش مستخدمين الزيفي دي ومستخدمينها مع ريلو كان بيحصل مشكله ان هي الايرور ريت بيبدا ان هو يبقى ستيبل ما يقلش، ومع لما جربنا لما عمل التحديث ده بدا ان هو يبقى الايرور ريت يقل مع النمبر اوف ايبوكس بطريقه ملحوظه جدا، فطبعا ده بيحسن البرفورمانس بتاع النيورال نتورك. كل ده احنا كنا بنتكلم دلوقتي على الويت انيشاليزيشن، انيشاليز الويت ازاي، ودي اكتر طريقه تقريبا بتستخدم، اخر واحده اتكلمنا عليها هي دي تقريبا اكتر واحده بتستخدم كويت انيشاليزيشن مع الريلو. وقلت لكم حتى من شويه لما كنا بنتكلم على حته السيمتري ان احنا في طرق في ريجولاريزيشن بتكسر السيمتري دي. تمام. واحنا عموما ريجولاريزيشن لو تفتكروا هدفها اصلا كان ايه، هي هدفها اصلا ان احنا نزود التريننج ايرور وننقص الفاليديشن ايرور. اي حاجه بتزود التريننج ايرور وبتنقص الفاليديشن ايرور عشان تبريفنت اوفر فيتنج
وعشان تحسن جنراليزيشن يبقى دي كده بتعمل اسمها ريجولاريزيشن. طب هي هل هي بتخلي التريننج بتسهله ولا بتصعبه وقت لما احنا بنعمل تريننج؟ لو زودنا عليه ريجولاريزيشن كمان يبقى التريننج اصعب ولا اسهل؟ اصعب. وبيزود دي برضو كانت حته كانت في الامتحان برضو بتهيألي اللي هي الريجولاريزيشن ممكن يزود التريننج ايرور ولا لا؟ هو اصلا بيزود التريننج ايرور، ما اعرفش ليه في ناس كتير ما عملتهاش صح برضو. ما هو اكيد الريجولاريزيشن لازم هيزود التريننج ايرور، واحنا عارفين ان ده مش حاجه وحشه، بالعكس احنا عايزين اصلا نزود التريننج ايرور شويه عشان احنا مش عايزين يبقى عندنا ريلاينس اوفر ريلاينس على وان ويت او على سيرتن سيت اوف فيتشرز هي اللي احنا نبقى معتمدين عليها، فمش عايزين نزود الويتس لحاجه معينه، فبالتالي احنا بنبدا نبعد ساعات عن الداتا الاصليه بتاعتنا اللي هي التريننج داتا الاصليه بتاعتنا عشان احنا مش عايزين نقرب منها زياده عن اللزوم، عايزين نبعد عنها. فلما نبعد عنها طبيعي الايرور هيزيد. الايرور بتاع ايه؟ بتاع التريننج. تمام، هو ده سؤالك ولا؟ يعني انت اصلا بالقصد بتبعد. لو تفتكروا حتى احنا ساعتها اتفرجنا كده على فيديو ازاي احنا بنحاول ان احنا نبعد الجراف عن الداتا الاصليه بتاعتنا عشان ما يبقاش اوفر فيتنج عليها، فاحنا بنحاول نبعده ونخليه يكونسيدر كل اللي حواليه، ما يكونسيدرش بس ان هو يقلل الاوفر اول ايرور، لا احنا عايزينه ان هو يبقى ما يبقاش مدي لويتس معينه اهميه ويقلل الايرور على الاساس ده، لا احنا عايزينه ان هو يدي لكل الويتس اهميه زي بعض. فكنا بنعمل ريجولاريزيشن. مين اللي كان بيدي كل الويتس اهميه زي بعض اكتر؟ ال2 ريجولاريزيشن بالظبط. فده كده احنا بنحسن الجنراليزيشن، اوكي، بنقلل الاوفر فيتنج. الحته دي لازم تكونوا يعني فاهمينها كويس، يعني مش المفروض ان انا لما اجيبها في امتحان، وكنت جايباها في كويز بتهيألي برده قبل كده، هي نفس الفكره برده، بس لازم تبقوا فاهمين الكلام ده يا جماعه، ما بقاش حاجه لسه مش متاكدين منها يعني. تمام. لا انا ما قلتش بشكل كبير ولا مش بشكل كبير. هل ممكن الايرور يزيد بعد ما انت تضيف الريجولاريزيشن التريننج ايرور يزيد؟ طبعا. ده كان السؤال. يعني احنا بس احنا عايزين نحسن ايه في الاخر؟ التستنج ايرور. التستنج ايرور هيتحسن مع لما يبقى مور جنرال داتا، هتلاقي التستنج ايرور اتحسن. هو ده الهدف اللي في الاخر اللي احنا عايزين. لا في التريننج طبعا، عشان انت عايز تافويد مش لايرز. انت مش قصدك لايرز. انت في الريجولاريزيشن انت بتحاول ان انت تخلي الموديل بتاعك في الاخر اللي هيطلع ما يبقاش اوفر فيت على التريننج داتا اللي انت عملتها في الاول. تمام. فاكيد هيحصل في الاول ما تضيف الريجولاريزيشن ده الايرور مع التريننج داتا في الاول هيزيد اكتر من الاول، وبعد كده انت هتكمل تريننج. بس لما تيجي تعمل فاليديشن هتلاقيها احسن، ولما تيجي تعمل تيستنج هتلاقيها احسن. انت عايز ان هي تبقى تاثر في الاخر على اللونج ران، ان هي تبقى مور جنرالايزبل لاي داتا تاني مش على التريننج داتا بالذات. في احنا في العموم كجنرال يعني في نوعين من الريجولاريزيشن. نوع بيعمل موديل اوبتمايزيشن زي ما احنا خدنا كده اللي هو ال2 ريجولاريزيشن، هنعيد عليه بسرعه، وزي انواع تانية هنتكلم عليها النهارده برضو. وممكن اصلا تعمل ريجولاريزيشن عن طريق ان انت تعمل داتا اوجمنتيشن. انتوا كنتوا خدتوا قبل كده داتا اوجمنتيشن صح؟ خدتوها ولا الداتا مايننج؟ الاوجمنتيشن تعتبر برضو نوع من انواع الريجولاريزيشن، بتعمل برضو افكت ريجولاريزيشن. انت في الاوجمنتيشن بتحاول تعمل ايه؟ في الاوجمنتيشن انت بتعمل ايه؟ بتضم داتا مع بعض لو عندك داتا كتير، بس لو ما عندكش غير هي نفس الداتا اللي عندك بتعدل شويه في الداتا اللي عندك، فانت في الاخر عايز تزود ايه؟ التريننج داتا، حجم التريننج داتا اللي عندك. طب مش انت كده بتحاول ان انت تكاونتر افكت الاوفر فيتنج؟ تمام، يبقى ده ريجولاريزيشن. احنا قلنا اي تكنيك بيحاول يافويد الاوفر فيتنج عن طريق ان هو يقلل الفاليديشن ايرور باي انكريزنج التريننج ايرور يبقى ده كده مور جنراليزابل. فاكيد لما احنا نعمل داتا اوجمنتيشن يبقى احنا برضو بنعمل نفس الحاجه، بس بنعملها بطريقه ثانيه. ازاي بقى؟
بنعمل ايه؟ انت قلت بنعدل فيها حاجات. مين اللي قال بنعدل حاجات في الداتا؟ لو عندنا عشان الداتا ممكن نعيد فورمات عشان تبقى فورمات واحده وتبقى مع بعض. لا، في حد قال ان احنا عايزين نعمل ان احنا لو عندنا نفس الداتا وما عندناش داتا اكتر، احنا عايزين انها تبقى مور جنرالايزبل، فبنغير حاجات في الداتا بتاعتنا ونحطها اكنها داتا جديده. ازاي يعني؟ لو صور ايوه ارتفيشال، يعني لو صور مثلا، هو دلوقتي احنا مثلا لو احنا كبني ادمين لما نيجي نبص على صور قطط، لو صوره مرسومه بالقلم كده وفوتو، احنا بنعرف نقول ان الاثنين قطه بسهوله، حتى لو ما كناش شفنا دي قبل كده، الرسمه دي قبل كده، او ما شفناش نوع الرسمه ده قبل كده، بس احنا عارفين شكل القطه وخلاص، بنجنرالايز على اي حاجه تانية. تمام، ما انا هقول لك هي مش هتبقى بالظبط زي اللي هيحصل في الحقيقه، بس انت حسنت برضو الموديل ان هو يبقى مور جنرالايزبل حتى لو انت مش عاملها بيرفكتلي. يعني انت بتاخد نفس الداتا بتغير فيها حاجه، زي مثلا ايه؟ صوره للقطه مثلا، بتغير بتعمل لها فليبنج، هي نفسها بس تقلبها، فانت اكنك بتمرن. عارفين زي لما انا جايب لكم سؤال في الميد تيرم بنفس عن نفس الحاجه بس غيرت طريقه السؤال، ماشي؟ فكده بعمل لكم تريننج احسن ولا مش احسن؟ لو مع كذا مره، ايه، كل مره بجيب لكم السؤال اجيبه من الناحيه دي وبعدين اجيبه من الناحيه دي وبعدين اقلبه لفوق وبعدين اقلبه لتحت، فاكيد ايه، انتوا كده اتدربتوا احسن من ان انا وريتكم نفس شكل السؤال كل مره، مع ان هو نفس المضمون، يعني هو في الاخر نفس المضمون بس غيرت الشكل شويه. بس ده في الـ NLP ولا بس في الصور؟ في كله بقى، في NLP، يعني الصور هنا ده example بس. ففي الصور انت ممكن تعمل flipping، في اللانجوج انت ممكن تعمل برضو تقلب مثلا، تحط synonym لكلمة تانية، في طرق كتير قوي الـ augmentation بقى، يعني ممكن تعمل حاجات اللي هي انت بتaugment الداتا بنفس الداتا بس بتعمل لها variations، عايز تغير الشكل، تمام؟ عايز تغير تعمل variation. فهنا في الصور مثلا انت ممكن تعمل فليبنج للصوره. انا اصلا جايبه كمان الحاجات السهله. ليه الحاجات السهله؟ الحاجات السهله بتبقى مور افيشنت وانت بتنفذها بطريقه اسهل من غير ما تعمل كومبيتيشن باور عالي. احنا ممكن في الصور دي، احنا اصلا في الاخر عايزينه يعمل ايه؟ احنا عايزينه يتعرف على على الصوره دي في اي حاله. لو مثلا انا مصوراك والاضاءه مختلفه بكره يتعرف عليك برضه، زي في لما بتيجي تعمل في عشان الفيس ريكوجنيشن، فبتقعد تاخد كذا فوز كده عشان تدربه على شكله، تمام؟ فهو انت في الاخر عايز تعمل ده بس زي ما انت قلت ارتفيشال، بطريقه ارتفيشال، بدل ما تاخد كذا صوره للقطه باضاءه مختلفه، ماشي؟ ففي الصور هنا مثلا احنا عايزين لما يشوف، لما الموديل بتاعنا يشوف شكل القطه بس مرسومه مثلا يعرفها. بس احنا دي طبعا عشان تعمل دي صعبه، بس في حاجات اسهل شويه، ان زي ما احنا قلنا مثلا، يعني احنا مثلا عشان نغير الاضاءه لازم نيجي نصور نفس القطه بس باضاءه مختلفه بقى طبيعيه وكده، ده اللي مش ارتفيشال. لو هناخد بقى صور اكتر يبقى هنزود الداتا سيت بتاعتنا بطريقه طبيعيه، لكن في الاوجمنتيشن هنا احنا هنزودها، بس احنا عايزينها في الاخر، الهدف ان الكلاسيفاير يبقى invariant to a wide variety of transformations، يعني مهما كل ما يجيله ترانسفورميشنز اكتر وبرده يتعرف على الحاجه يبقى هو كده احسن. فاحنا عايزينه يبقى زي ايه، يعني جرب حاجات كتير فبقى عنده خبره، ماشي؟ فانت عايزه تقول له ايه؟ تغير البوست، تغير الاليمينيشن، تعمل بلورنج، تغير الابييرنس، ده بالنسبه للصور يعني. فانت بتعمل سينثسايزنج، بتعمل سيميليشن للديفرنت ترانسفورميشنز اللي ممكن تحصل في الحقيقه، لان دي حاجه ممكن تحصل فعلا، ان انت فعلا وانت مثلا في الفيس ريكوجنيشن ممكن مره تبص من الناحيه دي ومره تبص من الناحيه دي، فدي حاجه فعلا ممكن تحصل في الريل داتا بس انت بتعملها ارتفيشلي. وممكن تعمل ايه؟ تاخد جزء من الصوره، مش انت ممكن مره وانت باصص على الموبايل تبقى باصص كده فما يبقاش باين غير نصك التحتاني، وما تبقى باصص كده يبقاش باين غير نص الفوقاني، وهكذا. فانت برده ممكن تعمل كروبينج للصور اللي عندك في الداتا سيت بكذا طريقه، بحيث ان انت تدربه ان هو لما انت عايزه يعمل تريننج على دي كمان ويعمل تريننج على دي كمان ويعمل تريننج على دي كمان، فانت بنفس الداتا بس كبرت حجم الداتا وغيرت طريقه التدريب اللي هو بيتدربها بحيث ان هو يتعود على اشكال اكتر من الصور. دي الفكرة العامة للداتا اوجمنتيشن يعني.
ممكن تعمل ايه؟ ممكن تزود تغير البرايتنس. هو مش طبيعي زي ان انت تغير اللايتنج اكيد، يعني مش طبيعي زي لما انت تغير الاضاءه، بس انت ممكن تغير البرايتنس، فدي حاجه سهله ان انت تغير البرايتنس بتاع الصوره. ممكن تغير الكونتراست بتاع الصوره، فدي حاجه برده سهله ان انت تعملها. تمام، يبقى تغير شويه في البرايتنس، تغير شويه في الكونتراست، تعمل اي حاجه تغير شكل الصور شويه اكنك ارتفيشلي كده بتديها اضاءه مختلفه. طيب، نوع تاني من الريجولاريزيشن اللي احنا عملناه ده داتا اوجمنتيشن. احنا قلنا ان ده نوع من انواع الريجولاريزيشن، بس مش بتوبتمايز الموديل، بتغير في الداتا سيت بدل ما تغير في الموديل. بس احنا ممكن الطرق اللي احنا خدناها قبل كده في الريجولاريزيشن كانت بتظبط الموديل نفسه وتخليه ان هو ما يعملش اوفر فيتنج. تمام، واحنا خدنا كذا نوع. الفكره اللي كانت فيه ان احنا بنزود ريجولاريزيشن تيرم على اللوس. التهريج زايد قوي يعني بجد، يعني مش درجاتكم مش حلوه لدرجه ان انتوا خلاص مش هامنكم اي حاجه كده. فاحنا اللي خدناه في ان احنا نعمل اوبتمايزيشن للموديل في ريجولاريزيشن ان احنا زودنا ريجولاريزيشن تيرم على اللوس، بحيث ان احنا نبنلايز كمان كل ما هو يقرب من الداتا اكتر، وكل ما يدي ويتس لحاجات اكتر لداتا اكتر، يبقى هو كده اللوس بتاعه هيزيد. فلما يحاول يحسن هيحاول يقلل اللوس، فبالتالي هيحاول يقلل الويتس اللي هو مديها. يبقى في الاخر هو بيبنلايز ايه؟ الويتس الكبير، عايز الويتس تبقى صغيره. وحتى كنا بصينا ساعتها على الشكل ده وقلنا الفرق ما بين ال L2 مينيمايزر وال L1 مينيمايزر. ال L1 مينيمايزر خلى دول يبقوا اكنهم بزيرو، اكنه مش شايفهم، وركز على شويه فيتشرز ادالها ويت اعلى، وبكده راح ايه؟ مقرب من مجموعه الداتا دي اللي هو اختارها، مجموعه الفيتشرز اللي هو اختارها دي، فقرب من الداتا سيت دي. تمام، وراح مطنش الحاجات التانية دي. اوكي، ليه؟ عشان احنا ما عملناش سكويرنج للويتس واحنا بنعملها مينيمايزيشن، ففي ويتس هتروح لزيرو وويتس هتكبر. فهو بيفيفر ايه اكتر؟ ال L1 regularization بيفيفر ان يبقى فيه weights بزيرو وweights كبيرة، يركز على weights معين. هي دي اللي بيعملها، هي مش كبيرة يعني، بس بيعملها minimizing، بس برضو بتفضل الى حد ما اكبر من لو انت استخدمت ال L2 regularization. ال L2 regularization بقى بيعمل ايه؟ بعد الخط الازرق ده، هو ده ال L2، يعتبر بعد برضو عن المجموعة، عن المجموعة اللي هنا، عشان يقرب من كله، عايز يقرب من، يعني بيقلل على كله مش على مجموعه فيتشرز صغيره. فاحنا قلنا ساعتها حتى ان ال L2 بيدي اهميه لكل الفيتشرز اللي موجوده، وبيحاول يعمل مينيمايزنج الموضوع كله على بعض. ودي كانت الاكزامبل اللي احنا خدناه. احنا في الاخر بنعمل سميشن، بس بنعمل للويتس سكويرد مش للويتس بس، في الترم ده يعني الار اوف ثيتا ده سميشن للثيتا سكويرد، ولو احنا استخدمنا L1 ريجولاريزيشن كنا بنعمل سميشن للثيتا. وقلنا دلوقتي ان احنا عندنا هنا الفاكتور بتاع الريجولاريزيشن ده، لو احنا اللامدا ده تو سمول هنفضل لسه في مشكله الاوفر فيتنج، عشان هنبقى ما عملناش بينلايزنج جامد للحكايه دي. ولو خليناه تو بيج يبقى كده احنا تقريبا هنوصل في الاخر ان احنا ما بقيناش مركزين اصلا على الايرور اللي هنا اللي هو الاساسي بتاعنا بتاع الليرنينج، فمش هيحصل ليرنينج اصلا. فاحنا عايزين في الاخر ان احنا نبالانس ما بين الريجولاريزيشن تيرم والترم الاصلي بتاع اللوس بتاعنا اللي احنا بنعمل عليه تريننج. وبعد كده طبعا مع الويت ابديت، لما بنيجي نعمل ويت ابديت اكوردنج لللوس اللي احنا عملناه ده، فاحنا في الاخر بناخد الجريدينت بتاع ال L2 regularization، يبقى بيزيد علينا كمان في الويت ابديت الجريدينت مش بس بتاع اللوس، كمان الجريدينت بتاع ال L2 regularization. في الاخر احنا بنعمل زي ما قلنا penalizing، بنعاقب اللارج ويتس، كل ما الويتس تبقى اكبر بنعاقب النتورك، بنقول له انت كده مش كويس، الايرور بتاعك عالي، اعمل تريننج تاني. فبالتالي بنمبروف الجنراليزيشن اكتر، زي ما شفنا ان احنا هو انهي لاين من دول جنراليزنج اكتر؟ الازرق. تمام، بس هنا احنا قلنا في الاخر احنا اختيارنا ال L1 او L2 حسب عدد الفيتشرز برضو، وعدد الفيتشرز اللي احنا عايزين نركز عليها. هل احنا فعلا ممكن يكون عندنا فيتشرز احنا عايزين نتخلص منها خالص؟ فلو كده يبقى احنا وعايزين نقلل نركز على فيتشرز معينه يبقى نستخدم ال L1. لكن لو احنا عايزين نكونسيدر كل الفيتشرز معانا دايما يبقى ال2 هيبقى احسن. وبرده كنا بصينا على حاجه تانية للريجولاريزيشن،
احنا قلنا الريجولايزيشن اي حاجه بتقلل الفاليديشن ايرور، مش عايزين جاب كبيره، عايزين يعني ونزود التريننج ايرور بحيث ان في الاخر مش عايزين يبقى في جاب كبيره ما بين الاثنين. فكان في طريقه كنا قلنا عليها، بس طبعا الطريقه دي ايه زي تعتبر شويه فيها ترايل اند ايرور، يعني ايه انت ممكن تستخدمها بس بعد ما تكون اصلا حسنت الحاجات الثانيه. يعني ال L2 طبعا احسن كريجولايزيشن، اللي انت بتعمل بجد ريجولايزيشن، بتحاول فعلا ان انت تحل المشكله من اصل يعني من اصلها يعني. لكن هنا انت في الايرلي ستوبنج بتعمل ايه؟ انت بتقول انا هستنى لغايه اول ما يبدا يحصل اوفر فيتنج اروح موقف. فطبعا مش دي احسن طريقه، هي ممكن تستخدم ان كومبينيشن مع حاجات ثانيه. تمام، اول ما الاقي يعني انا بفضل اعمل ابديت ابديت ابديت، بعد كده اول ما الاقي الحته دي بدا التريننج يقل قوي. بس هو المشكله اصلا هو ليه التريننج قل قوي كده والفاليديشن بيزيد قوي كده اساسا؟ فانت كده ما حلتش اصل المشكله، انت ما حاولتش تشوف ايه سبب المشكله دي وتحلها اصلا، انت رحت قايل خلاص انا هقف هنا بقى. ده ممكن يحصل لو انت ما عندكش امكانيه اصلا، وما عندكش داتا كفايه، وما عندكش يعني الداتا اصلا قليله، فانت ما عندكش امكانيه ان انت تحسن اكتر من كده، وعارف ان انت مش هتقدر تحسن اكتر من كده، فتقول خلاص انا هاجي هنا واقف بقى عشان ابدا ما يحصلش اوفر فيتنج اكتر من كده، فتقف عند اللحظه المناسبه. فكان اكتر قبل بقى ما يبقى في ديب ليرنينج وبيج داتا وحاجات كده كتيره، كانت الطريقه دي تستخدم اكتر من دلوقتي. بنوقف عند حته معينه، اول ما نلاقي ان هيحصل اوفر فيتنج نبدا ان احنا نوقف. طب كل الطرق بتاعه الموديل اوبتمايزيشن اللي احنا قلناها دلوقتي من بعد الداتا اوجمنتيشن، يعني من اول بقى الموديل اوبتمايزيشن، دي كلها حاجات احنا قلناها قبل كده. في بقى طريقتين، في طريقه الباجينج والانسامبل ميثودز، الطرق دي ما اتكلمناش عليها، وطريقه تانية برده ما اتكلمناش عليها، هنتكلم على طريقتين الجداد دول في النهارده. يعتبر ده جزء تاني من الريجولايزيشن ومور ادفانس. بعد ما احنا نكون حاولنا نحسن البارامترز بتاعتنا بكل الطرق وكده، ستيل احنا ممكن يبقى عندنا اكتر من موديل، و احنا بنحاول نتويك هنا شويه وبنحاول نتويك هنا شويه وجربنا حاجات كتير، بس لسه احنا عندنا اكتر من موديل بيدوا حاجات مختلفه. فممكن نقول طب ما انا اكومباين ديفرنت مودلز مع بعض عشان يطلعوا لي بيرفورمانس احسن. يعني انا جربت موديل بطريقه معينه وجربت موديل بطريقه تانية، طب ما انا ممكن ابدا ان انا المالتيبل مودلز دول اجيب ريزلتس منهم، ممكن بقى افريج ريزلتس منهم، ممكن اعمل فوتنج ما بين الريزلتس بتاعتهم. تمام، حتى على فكره لو بنفس الالجوريثم ونفس كل حاجه، يعني حتى لو بنفس البارامترز بس مثلا بديفرنت داتا سيتس، ممكن داتا سيت اساسا تكون احسن من الثانيه، ممكن جزء من الداتا اساسا كان احسن من الثاني. عارفين يعني لما خدنا مثلا ستوكاستيك جريدينت ديسنت، هو ده بيتاثر بترتيب الداتا اللي داخلاله، صح؟ لان هو دايما كل مره بيابديت على اخر مره، في اخر مره بتكون هي اكتر حاجه موجوده في الميموري عنده، فهي اكتر حاجه مأثره عليه، اخر حاجه اخر داتا شافها. فهو بيختلف هو امتى بدا وبانهي داتا وبانهي ترتيب. فممكن داتا سيت تجيب نتيجه معاه احسن يروح للجلوبال مينيمم، وداتا سيت تانية ما يروحش بسرعه للجلوبال مينيمم، صح؟ يبقى ممكن تقسيمه الداتا تفرق. فيقولوا خلاص، فقالوا جربوا ايه ساعتها، في ان هما يجربوا بقى طب نفس الستوكاستيك جريدينت ديسنت دي، فانا اقسم الداتا لكذا حاجه لكذا مجموعه، وايه وادرب ديفرنت مودلز خالص، اكن ده موديل لوحده وده موديل لوحده وكده، وبعدين اجمع الريزلتس بتاعتهم واعمل لها افريجنج او اعمل لها فوتنج. وبعد كده قالوا طب ما انا مدام كده كده هعمل مودلز مختلفه خالص، طب ما اجرب كمان اغير حاجات في الموديل ده واغير حاجات في الموديل ده. فمش احنا عندنا هايبر بارامترز كتير وممكن نغير حاجات كتير في المودلز، خلاص ما انا اتويك حاجات هنا واتويك حاجات هنا وكده، بحيث ان انا في الاخر كمان لو عندي ايرور في موديل ممكن الايرور يعني الايرورز تكنسل بعضها. لو هي الايرورز مش كورليتد مع بعض تبدا انها تكنسل بعض، ففي الاخر يفضل عندي الحاجات الكويسه بس، وتبدا تروح الحاجات الايرورز اللي عندي تكنسل بعضها كمان. فدي طريقه بتتعمل في الاخر، بعد يعني ما حدش يبدا بيها في الاول ان هو يقول انا هحسن الموديل بتاعي في الاول بالانسام. لا، هو اصلا انت لازم تكون الموديل بتاعك اساسا كويسه، فانت بعد ما تكون خلاص انت دي اخر حاجه ممكن تعملها. زي مثلا في المسابقات،
والحاجات دي بيبقى عايز يفرق في الاخر performance بتاعه 1% او حاجة. هي مش بتفرق في performance قوي. الهايبر بارامترز اللي في الاول اللي انت بتعملها tweaking في الاول دي ممكن حاجة صغيرة قوي تفرق قوي عندك في performance كتير. تمام؟ لكن الطرق دي بعد ما انت تكون عملت الحاجات اللي بتفرق كتير دي وبقى عندك كذا موديل الاثنين كويسين تبدا ان انت بقى تكومباين. فانت اكنك بتستخدم كلاسيفايرز مختلفه وبعد كده تروح انت مجمعهم وعاملهم اجريجيتنج مع بعض. ممكن بقى تستخدم ماجوريتي فوتنج او افريجنج او اي حاجه. طيب طب ما احنا كده بنستخدم مودلز مختلفه ببارامترز مختلفه بكده. طب ما في طريقه ممكن قالوا طب احنا ممكن نعمل طريقه بقى بنفس الموديل بتاعنا بنفس الستراكشر بتاعته وهو زي ما هو كده بنفس الاركيتكتشر بتاعته. انا هعمل حاجه ان انا مش عايز ابقى عندي بعض الفيتشرز بس اللي انا مركز عليها اكتر حاجه برضو يعني ما طريقه تانية برضو من ريجولاريزيشن ما تبقاش مجموعه من النيورونز هي اللي متحكمه في النيورال نتوركس. انا عايز كل النيورونز اللي عندي في النيورال نتوركس يبقى لها ايفكت اكني عندي اكتر من موديل جوه نفس الموديل. يعني نفس فكره الانسامبل ليرنينج ان انا يبقى عندي مودلز كتيره بس لا انا هستخدم نفس المودل بتاعي ويبقى اكنه يعني ايه مودلز كتيره في نفس الستراكشر دي. ازاي؟ قالوا هنلغي مجموعه عشوائيه من النيورونز في كل باس. فده اسمه دروب اوت. دروب اوت يعني انت هتبدا ان انت دروب او ديسيبل راندوم سيت اوف نيورونز عامه بتبقى تيبيكلي بتبقى 50% يعني نص النيورونز اللي عندك بتشيلها اكنها مش موجوده وتخلي النتورك تترين بنص الكاباسيتي بتاعتها. هو المفروض ان ده كده وحش صح؟ انت بتدي لها ان هي انت عايزها تطلع نفس الريزلت بنص الكاباسيتي بتاعتها. بس فكره ان النيورونز راندوم انت بتختارهم كل مره راندوملي ففي الاخر انت اكنك عايز تدربهم كلهم انهم يبقوا كلهم شاطرين. يعني مش عايز مجموعه تبقى هي شاطره والباقي مش شاطر. فانت بتدي لهم نفس الداتا ونفس كل حاجه بس بتدي لده فرصه يتعلم اكتر وبعدين تدي لده فرصه يتعلم اكتر لوحده اكنه مش شايف الباقيين وبعدين تدي الحبه دول فرصه انهم يتعلموا اكتر لوحدهم اكنهم مش شايفين الباقيين وهكذا. تمام؟ زي برضو ممكن يعني نقول ان هي قريبه شويه انالوجي قريبه شويه من مثلا البروجكت. انا ممكن اقول لو عندنا بروجكت مثلا ممكن اقول اخليكم كلكم تشتغلوا مع بعض في تيم واحد في البروجكت وممكن اقول لا انا عايزه التيمز تبقى اتنين بس في كل تيم. تمام؟ طب ما انا لو خليتكم كلكم تشتغلوا في البروجكت مش ممكن البروجكت يطلع احسن؟ بس كم واحد اللي ممكن يكونوا اشتغلوا في البروجكت؟ ممكن يكونوا اتنين تلاتة والباقي ما عملوش حاجة صح؟ فما استفادوش فما تعلموش ما حصل لهمش تريننج لانه هو في كام واحد كده هما اللي ايه اثروا على الباقي وعملوا هما الشغل وتعلموا والباقي ما تعلمش. لكن لما اقول مثلا انا هخلي التيم تلاتة بس فكله هو التلاتة اصعب عليهم انهم يعملوا نفس البروجكت صح؟ يعني لو انا قلت مية يعملوا نفس البروجكت اكيد اصعب على التلاتة انهم يعملوا نفس البروجكت من المية بس انا متاكد ان كل كده كل تلاتة اتعلموا فانا كده متاكد ان انا دربت كل الناس احسن على نفس البروبلم. فهي دي فكره الدروب اوت تقريبا. ما هي عدد بقى هنا هم عاده بيقسموا كل مره النص وبعد كده ياخدوا مجموعه جديده. يعني كل مره يعني المره دي احنا هنشيل نص النيورونز والمره اللي بعديها هنشيل نصهم بس نيورونز ثانيه وهكذا كل مره. تمام؟ لا ده في الباسز المختلفه. يعني انت اكنك بتعمل تريننج لديفرنت مودلز بس في نفس الموديل وانت لسه بتعمل تريننج. طول ما انت بتعمل تريننج عمال تعمل كده في كل تريننج بتعمل كده. تمام؟ امتى هتقف في التستنج بقى؟ يعني لما تخلص بقى. انت طول ما انت بتعمل تريننج عمال كل مره تعمل كده. تمام؟ يعني كده عمال تلغي دول وبعد كده تلغي دول وبعدين تلغي دول اكن النيورال نتورك مختلفه. تمام؟
وكل مره راندوم وبقى من ليرز بقى مختلفه. فالكومبليكيشنز يعني انت كل مره بتشيل ناس، ممكن يكون شلت ناس مهمه في مره نيورنز مهمه، ومره تانية شلت نيورنز مش مهمه قوي، بس في الاخر اتاكدت ان كلهم اتدربوا. نعم يا محمد. قول يا محمد. بكمل الجمله بس. قول قول قول. ما هي بقى الفكره ان انت دلوقتي بقيت اكنك بتدربهم، يعني هو انت بس مثبت حاجه، ان انت مثبت نفس الويتس ونفس الستراكشر ونفس الاركيتكتشر ونفس الهايبر بارامترز ونفس الداتا. الفرق في ايه؟ ان انت كل مره بتغير عدد النيورنز اللي مشاركين وانواع النيورنز اللي مشاركين بال بحيث كل في الاخر انت بقى لما التريننج يخلص خالص انت بقى عندك هو نفس الموديل وكل حاجه، بس متدرب احسن، كل واحد منهم متدرب احسن. يعني الفكره الاساسيه ان انت لو عندك مثلا الصوره دي، هو انت عايزه يتعرف على الصوره دي، ممكن كان يبص على حاجه واحده بس عشان هي باينه قوي في الصوره، يبص على فيتشر واحده، يبص مثلا لو عنده مثلا فارو ده، يبص لو عنده ديل، يبص لو عنده تو بوز بطريقه معينه، الايرز بتاعته شكلها ايه، فمركز على فيتشرز معينه في الصوره دي. هو دلوقتي لو مركز على حاجه معينه في الصوره دي وبعدين انت اديت له صوره من غير الحاجه المعينه دي، مش هو كده ما اتدربش كويس؟ تمام. فانت عايزه ما يبقاش مركز على حاجه معينه في الصوره هي اللي بتعرفه ان ده كلب. فمش عايز نيورنز معينه تبقى متدربه كويس وبقيه النيورنز غبيه، يعني اول ما تشيل الحاجه المهمه تلاقيهم ايه، ما تعرفوش على شكل الكلب. فعايز تدي لكل الفيتشرز اهميه ان هي كلها تبقى متدربه كويس. انت الكلب اللي قدامك ده فيه فيتشرز كتيره، لو انت خليت نيورنز معينه هي اللي دومينيت الموضوع، يبقى معناها ان هو في حاجات مهمه في شكله هيروح هيتعرف عليها بسرعه، لكن اول ما تشيل الحاجات دي هيبدا البرفورمانس بتاعه يقل. تمام. فبتلغي حاجات منهم اكنه مش شايفها، يعني اكنك بتقول له افترض ان انت مش شايف التيل، وافترض ان انت مش شايف الايرز، وافترض. هي طبعا ده كده سمبليفايد قوي لان مش كل نيورن بيشوف حاجه واحده، بس كان احنا بنجيب اكزامبل يعني. فايه اكنه مش شايف جزء من الحاجات اللي هو كان متعلمها قبل كده، ويبدا بقى ايه، افترض ان انا جبت لك يعني اكنك ايه برضو نفس الاكزامبل اللي انا جبته في البروجكت ده. لو كان كل واحد، لو كان في ناس ملهاش دور في البروجكت، تمام، هروح انا جايباهم بقى ايه، اسالهم لوحدهم بقى، مش مع الناس اللي عارفه، تمام، واسالهم بقى نفس السؤال اللي انا كنت هساله للناس اللي عارفه، اساله بقى اللي دول لوحدهم كده على جنب. وكل مره اخد حبه كده واسالهم السؤال ده لوحدهم، تمام، من غير ما يكون التاني موجود، اكنه مش شايف زميله اللي هو ايه عارف اكتر، اللي مذاكر اكتر ده. لا، ما انت واخدها راندوم بقى، يعني كل مره انا مش بتاكد ان مين اللي اشتغل او مين اللي ما اشتغلش، انا عمال اخد كل مره من الجروب اللي انا بساله ده، بدل ما كل مره بساله يروح واحد رافع ايده ومجاوب، لا انا بقى اروح فجاه كده جايبه حد من الورا، يا اللي بتتكلمي قولي لي مثلا كذا، يا اللي هناك قولي كذا، ماشي، بدل ما كل مره نفس الناس عماله بتجاوب معايا وانا شايفه ان الله كله فاهم ومبسوط وكده، فاكتشف بقى ان في ناس كتير ورا مش فاهمه ونايمه فبصحصحهم. فهم هنا بيصحصحوا النيورنز، يعني اصحوا معانا كده، اعتبر صاحبك اللي كان هيغششك ده مش موجود، وقول لي انت بقى، قول لي انت لوحدك بقى الاجابه، تمام. ومع الوقت هيبدا هو كمان يجي له ثقه في نفسه كده، وانه مش لازم يعتمد على صاحبه ده، ويبدا يذاكر هو لوحده بقى، ويتاكد ان هو بيعرف يفهم لوحده. صح، كلام عميق قوي، صح. فهنا دلوقتي لو احنا عندنا من مره واحده بقى كنا عندنا اثنين مودلز، يعني من مره واحده لما خدت النص ده والنص ده بقى كنا عندنا اثنين مودلز، وكل مره بقى فيبقى عندنا اكننا انفينيتلي نمبر اوف مودلز في نفس الايه، في نفس السيم نتورك ستراكشر بتاعنا، اكننا عندنا انسامبل كتيره، اللي احنا قلنا من شويه الانسامبل ده اللي احنا عندنا مودلز مختلفه بنجمعها في بعض. هنا اكننا عندنا انسامبلز كتيره بس في نفس النيورال نتورك بتاعنا، تمام. لو كان مثلا موديل 1 بيتعرف على الصور دي، وموديل 2 بيتعرف اكتر على الصور دي، فايه بقى دلوقتي بيكملوا بعض، تمام.
فاحنا كده بنريديوس الكو ادابتيشن بتوين نيورونز، يعني بقلل اعتمادكم على بعض. اوكي، وبنفس البارامترز بنفس كل حاجه، بس كل ده فين؟ في التريننج تايم. وانا بعمل تريننج، اول ما اجي اعمل تيستينج انا عايزه بقى اتاكد ان الموديل، بعد ما خلصت بقى كل حاجه وخلصت تدريب لكل الناس وكده، عايز بقى اتاكد ان الموديل ككل برده حلو كويس. فابدا بقى ان انا ايه اتست على اتست بقى بالموديل الكامل بتاعي بعد ما خلصت تريننج. تمام، فحتى وانت مثلا في باي تورتش او كده وانت بتعمل بيبقى في حاجه اسمها فانكشن اسمها ايفال، دي بتفهمه ان انا دلوقتي هعمل دروب اوت، بس في الايفال لازم يغير ان هو لازم دلوقتي يرجع يشغل كل النيورونز تاني، ما يبقاش موقف اي نيورون. هنا في بس حاجه هتحصل، الفرق ما بين التريننج وقت التريننج، انا مش عارفه هو ده كان السؤال اللي كان محمد بيساله ولا لا، بس يعني حاجه قريبه منه، ان هو وقت التريننج انت كان عندك اكنك كان عندك نص النيورونز، وبعدين وقت التستنج اكن عندك بقى عندك كل النيورونز، فالارقام هتطلع مختلفه مش هتبقى كومباريبل، لان انت وقت التريننج كنت واخد يعني مثلا لو نفترض ان هي لير واحده وانت واخد نص النيورونز، فاكنك ايه بتعمل ويت تايمز اكس 1 ويت تايمز اكس 2 ويت كده بتجمعهم على بعض فبيطلع لك رقم على حسب عدد النيورونز، اكنك واخد نص النيورونز، فهتبقى يعني انت فعلا واخد نص النيورونز، بس لو هي حتى على لير واحده هتبقى واخد فعلا نص النيورونز بالظبط في اللير دي، فيبقى انت كده الرقم هيطلع محتاج ان هو يتعمل له كوركشن في وقت التستنج عشان يطلعوا زي بعض، يعني عشان التريننج داتا والتستنج وقت التريننج وقت التستنج الاثنين يبقوا الارقام تبقى كومباريبل مع بعض. فالدروب اوت ريت ده لو هو 50%، لو الدروب اوت ريت اللي انا بستخدمه 50% يعني بشيل نص النيورونز، يبقى لازم اعوض النص ده وقت التستنج فبقسم على 2 عشان يطلع لي برده الرقم كومباريبل مع الرقم بتاع وقت التريننج. انت بتعمل دروب اوت عشان عايز ده اكنه مش شايف، يعني النيورون ده اكنه مش شايف اخوه خالص، يعني يعتمد على نفسه مش يعني مش شايف نص النيورونز اللي معاه، مش شايف نص المعلومات اللي معاه. اه، والمره اللي بعديها بتاخد نص تاني ات راندوم، والمره اللي بعديها بتاخد نص تاني ات راندوم. لا لا، انت بتخبيها بس وقت باس واحده بس وترجع ترجعها تاني. في التستنج عشان يطلع لك الرقم زي التريننج كومباريبل، اكنك بتعمل نورماليزيشن، يعني اكنك بتظبط بس الرقم ان هو يبقى قريب من الرقم ده عشان تعرف تكمبير الرقم بتاعي بتاع الاوتبوت بتاع كل نيورون. انت داخل لك بدل ما داخل لك 4 في التريننج، بدل ما داخل لك 4 داخل لك 2، فالرقم هيطلع ايه نصه، يعني اكنه قريب من النص. فانت هتيجي وقت التستنج تروح قاسم على 2 عشان يبقى الاثنين في نفس الرينج، الارقام في نفس الرينج، يعني بدل ما يطلع لك مثلا من 0 ل 100 وهنا طلع لك من 0 ل 50 يطلع لك من 0 ل 50 برده الرقم. شبه النورماليزيشن كده، انت عايز ان انت يبقى عندك نفس الرينج، الرقم اللي كان هيطلع ده مش انت بتعمل بلس 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 ومفيش اي نورماليزيشن بتحصل، مش انت الرقم اللي داخل النيورون ده بيتعمل ويت تايمز اكس 1 ويت تايمز اكس 2 وهكذا وبيتعملوا بلس بعض فبيطلع رقم، لو خدت نصهم مش هم هيطلع نص الرقم تقريبا، يعني الرينج هيتقسم بالنص، اكن الرينج اتقسم بالنص. ممكن حاجه بس عايز اعرف، احنا كده المفروض ان احنا نستخدم الاكسامبل ليرنينج ده في عشان نجرب التريننج سيت والتستنج سيت عادي؟ انت بتحسن كل اللي احنا بنقوله النهارده، بنحاول نحسن البرفورمانس بس بطرق مختلفه، انت بتحاول تافويد الاوفر فيتنج والاندر فيتنج والفانيشنج جريدنج بس بطرق مختلفه. اه الارقام اللي بتطلع هي اللي هتختلف، الارقام هي اللي هتختلف، فانت مش انت ساعات بتبقى مش انت عشان تعمل في الاخر انت بتعمل جريدينت وبتعمل مش عارف ايه وبعد كده بتقارن بقى الكيرف بتاع التريننج الايرور والايرور بتاع التستنج وبتقارن الحاجات دي ببعضها، ازاي هتقارنها ببعض وهي ارقامها اصلا مختلفه؟ مش انت بتعمل كيرف كده وكيرف كده للتريننج والتستنج عايزهم يبقوا كومباريبل مع بعض عشان تعرف تقارنهم، فانت مش هتعرف تعمل كده لو ارقامهم اصلا مختلفه. ماشي، عايز تشوف ده احسن من ده ولا ده احسن من ده. اوكي، فالكونديشنز لازم تبقى هي نفسها في التريننج والتستنج عشان تعرف تقارنهم ببعض.
طب في حاجه الدروب اوت دي احنا قلنا ان هي تعتبر efficient bagging method، يعني تعتبر اكننا بنعمل bagging وensemble method بس جوه نفس النتورك. في الاول خالص كنت قلت لكم ان في حاجات هتحسن فكره ان احنا يبقى عندنا symmetry. لما لو انا بدات بكل الويتس نفس الرقم هيبقى عندي symmetry، يبقى دي من الحاجات اللي بتلغي symmetry ولا لا؟ وما تعمل كده يبقى كده الويتس مش هتابديت زي بعض. يبقى دي من الطرق اللي بتستخدم عشان تلغي symmetry. لو انت عندك symmetry تحاول ان انت تلغيها. يعني ايه سيمتري؟ يعني الويتس بتابديت زي بعضها. فمن الطرق من دروب اوت من الحاجات اللي بتساعد في الحته دي ان انت تخلي الويتس ما تتابديتش زي بعض. تمام؟ مش بتاد، انت خلاص دربتهم، انت خلاص دربت النيورنز كل حبه. فدلوقتي بقى عندك الموديل اللي هو الاصلي اللي انت اصلا ما عملتش فيه حاجه، انت كنت بس بتخفي منه وقت التريننج، وبعدين رجعتهم بقى كلهم. اه خلاص بقى، ما ده الموديل بتاعك بقى خلاص كده. ايه اللي هيتغير لو انا كنت ما عملتش الفضل في الاول دي؟ ان انت بقى عندك موديل احسن، يعني انت بتستخدم نفس الاركتكتشر ونفس البارامترز ونفس كل حاجه، بس دلوقتي هيبقى الايرور احسن اقل. ماشي، اكنك استخدمت كذا موديل فلغيت ايرورز اكتر فحسنت البرفورمانس بتاعك جنرالايزبل اكتر. لا مش هتزود اي حاجه، نفس اللي انت كنت هتعمله دلوقتي كانهم كذا موديل نفس الوقت. فلازم لا، هي الفكره ما هو انت طبعا كل ما هتزود اكتر حته ان انت جربت دروب اوتس كتيره زي ما اكنك دخلت موديلز اكتر، بس هو انت ممكن تعمل كده يعني هتجرب بقى وتشوف ايه احسن رقم. لا مش لازم، ممكن بنفس عدد الابوكس يبقى زي كانوا كلهم اتعلموا كذا مره. ايوه، يعني طبعا كل ما هتزود الابوكس اكتر كل ما هتبقى الايفكت ده زاد اكتر. بس لكن لا مش على الاغلب ولا حاجه، انت اكنك ما انت ممكن تستخدم اثنين مودلز في الانسامبل وتعمل لهم افريجنج. بس ايه اللي هيبقى احسن لو استخدمت مودلز اكتر؟ ومش دايما برضو احسن، يعني هي تريد اوف برضو، مش دايما احسن، ممكن يكون واحد منهم كان وحش قوي فيروح مؤثر على الباقي. هو يعني انت لو عندك فرايتي اكتر فايه مفيش واحد هيبقى برضو ايه موديل هيبقى تاثيره قوي. تمام. طيب اخر جزء اوبتيشناليزيشن. لو احنا وقت ما كنا في الاول ماشي وكنا بنتكلم على الحته بتاعت الديستريبيوشن بتاعت الويتس، اتكلمنا عليها وقت الانيشاليزيشن بتاع الويت. تمام. طيب ما ممكن في طريقه برضو بعيدا بقى عن الانيشاليزيشن بتاع الويت ان احنا دايما نحافظ على برضو الديستريبيوشن بتاعت الويتس في كل لير بعد كل مره قبل ما تدخل في الاكتيفيشن، بس طبعا تبقى معتمده بقى على فكره انا بستخدم انهي اكتيفيشن دلوقتي وتبقى دقيقه اكتر. تمام. دي اسمها باتش نورماليزيشن، ان انا عايزه دايما الويتس بتاعتي الديستريبيوشن بتاعتها تفضل محافظه على نفسها وما يحصلش فانيشنج، وما يحصلش اللي كان بيحصل هنا مثلا ده في التان اتش لما كان في حاجات كتير بتروح مع اللايرز، كل ما اللايرز تزيد اكتر وكل ما يبقى عندنا ديب نتورك اكتر كان في داتا بتروح مننا، فاحنا عايزين ان احنا نحافظ على الديستريبيوشن ان هي تفضل نورمال كده طول الوقت. طريقه من الطرق برضو اللي هي باتش نورماليزيشن. الباتش نورماليزيشن دي اكني عايز كل مره اطلع الديستريبيوشن اللي طالعه لي دي اروح مظبطها انها ترجع تاني جوستن ديستريبيوشن، كل مره يطلع لي ديستريبيوشن جديده اروح مظبطها انها تطلع تاني ترجع تاني جوستن ديستريبيوشن. فبعمل ايه؟ احنا كنا عايزينها ان هي تبقى المين بتاعها عند الزيرو، وعندنا الفارينس بتاعها يتظبط، عايزين دايما يفضل ثابت. فاحنا هنعمل حاجه شبه النورماليزيشن، هي اسمها باتش نورماليزيشن. انت بتعمل نورماليزيشن، انت كل مره بترجعهم يبقوا نفس قريبين من نفس الشكل تاني. ازاي؟ ان انت بتروح شايل تاني المين بتاع الميني باتش ده، يعني كل مره بتستخدم ميني باتش تروح شايل المين بتاعه منه فبترجعه تاني ان هو يبقى مين زيرو، وبعد كده بتروح قاسم على الفارينس بتاعك فاكنك بترجعه تعمل له نورماليزيشن تاني وترجعه لنفس الفارينس. يعني انا الاصل مع كل لير بتروح عايد تاني الاوبريشن دي. انت في الاخر بدل ما يبقى عندك من غير باتش نورماليزيشن الدنيا مش سنترد كده،
ترجع ترجعها سنتر تاني وترجعها للشكل اللي انت عايزه تاني. امتى؟ عشان اجاوب على سؤالكم امتى؟ هنا دلوقتي ده ايه الاف سي ده؟ يعني فولي كونكتد اللي هو قبل ما تدخل في الاكتيفيشن. كل مره بيبقى فيه اللي هي السميشن بتاعت الويتس مع الانبوتس دي، وبيبقى فيه بعدها الاكتيفيشن فانكشن. كل مره بقى ما بين دي وما بين ما يدخل في الاكتيفيشن فانكشن اروح عامل الباش نورماليزيشن دي في النص، عشان انا اصلا هي انا محتاج الايفكت بتاعها هنا، انه قبل ما يدخل على الاكتيفيشن يرجع طبيعي، قبل ما يدخل على الاكتيفيشن يرجع طبيعي كل مره. اكنها لير زياده، بس هي يعني هو في الاخر احنا في الاخر بنعتبر الاثنين دول مع بعض اكنهم لير واحده، صح؟ لما بنرسمهم ساعات بنرسمهم مع بعض اكنهم حاجه واحده، فدي تدخل في النص بقى، بدل ما انت كنت بترسم الدايره وتقسمها نصين كده اكنك قسمتها ثلاثه وبقى في النص خطوه ثانيه. الخطوه دي بتروح عامله نورماليزيشن اللي طلع من السميشن ده، انت ترجعه تاني ديستريبيوشن جوسين ديستريبيوشن قبل ما تدخله على الاكتيفيشن، عشان الاكتيفيشن لو هو مش جوسين ديستريبيوشن مظبوط مش محافظ على الفارينس بتاعه كانت هتضيع حاجات فاليوز كتيره منه، ونرجع لنفس المشكله بتاعتنا تاني. تمام. وطبعا بتعتمد على انهي نوع برده الاكتيفيشن فانكشن اللي انت بتستخدمه. في الاخر بقى عندك اكنك برضو بقى عندك بارامترز جديده محتاج تعملها اوبتمايزيشن، اللي هي انت بتقسم على ايه بالظبط وبتعمل ماينس لايه بالظبط، فبقى عندك اكنك اتنين بارامترز برضو جداد ممكن يتعمل لهم برضو ليرنينج عشان حسب الاكتيفيشن فانكشن بتاعتك محتاجه ايه بالظبط. تمام. اللي هما الاثنين فاكتورز دول، اللي هو الاكسبكتيشن اللي هو المين بتاع الميني باتش، والفارينس السكوير روت بتاع الفارينس اللي انت بتقسم عليه عشان تعمل نورماليزيشن. الاثنين دول برضو كده يعتبروا اكنك النتورك ممكن يعمل ليرنينج ليهم برضو. اكنك بتقول للنتورك ايه، انا هنورماليز، بس لو انت شايف في حته معينه انك عايز تكيب اللي حصل ده، التغيير اللي حصل ده، لو انت عملت وانت بتعمل ليرنينج اكتشفت ان التغيير ده كويس اعمل التغيير ده، مش لازم تنورماليز بالطريقه البيرفكت اللي انا بقول عليها دي، لان ممكن الطريقه البيرفكت اللي انا بقول عليها دي تخلي النتورك تبقى انستيبل، فخليها بقى ممكن تعمل مشاكل في النتورك، لان انت اكنك عمال كل شويه بتخلي الويتس نفسها انستيبل، بتلعب في الويتس، يعني عمال كل شويه تلعب في الويتس، فممكن في حاجات معينه ما يكونش هو ده، يعني ممكن يكون النتورك اتعلمت حاجه فانت رحت مرجعها تاني، يعني مكنسلها تاني، فعايز النتورك يبقى عندها قابليه ان هي تقول خلاص انا ممكن ما اعملش بيرفكت نورماليزيشن، انا ممكن اكيب شويه حاجات من التغييرات اللي حصلت دي لو انا شايف ان ده حسن الايرور عندي في الاخر، وشايف ان ده حسن الليرنينج عندي، يبقى فعشان كده ممكن البارامترز دي تبدا ان انت تدي حريه للنتورك ان هي برضو تقدر تكنسل جزء منها. انا بدي حريه لكل لاير ولا للنتورك على بعضها؟ لكل لاير. انت دلوقتي عايز ان يعني ما هو انت في الاخر مش انت في الاخر بتوبتمايز كل البارامترز اللي في النتورك، فممكن دلوقتي انت تقول تكتشف ان في الحته دي الاحسن ان انت في المرحله دي الاحسن ان انت ما تعملش البيرفكت نورماليزيشن دي، عشان دي حاجه بتتعمل في كل مره، فهي لا مش اف كونديشن، هي بقت بارامتر عندك. لا قصدي الحته بتاعه نورماليزيشن بتحطها زي اف كونديشن، لو هي لا مش اف كونديشن، لا مش اف كونديشن، ده بارامتر عندك، انت بتخليها بارامتر، مش اي حاجه انت عايز النتورك تتعلمها بتخليها بارامتر عندك، فبتخلي اجزاء من الايكويشن بتاعتك تبقى بارامتر النتورك يقدر يتعلمها فيقدر ان هو يقللها او يزودها حسب الايرور حسب البرفورمانس في الاخر. ماشي. في الفيري ديب نتوركس ده طبعا بيحسن جدا، اللي بيخلي النتورك ايزير تو ترين، عشان بيخلي الاكتيفيشن ما يكنسلش حاجات كتير بعد كده في الفيري ديب نتورك زي ما كنا قلنا في الاول، وبيخليهم ان هم يخلي الحاجات كومباريبل، يعني اكنه بيرجع كل حاجه تاني لاصلها، فبيخلي كمان ان انت الستبس اللي انت بتاخدها لما تبدا من اي حته، مثلا في ستوكاستيك جريدينت ديسنت لما تبدا من اي حته العدد الستبس اللي انت بتاخدها عشان تكونفرج تبقى تقريبا متقاربه، ايا كان انت بدات من اي حته تبقى في تقريبا متقاربه. يعني هنا لو انت بدات مثلا من هنا او من هنا او من هنا او من هنا هتلاقي عدد الستبس اللي انت بتاخدها عشان تكونفرج تقريبا بقت متقاربه من بعضها، ف different hyper parameters ممكن ان هم حسب يعني ما يبقاش في حاجه عملت تاثير جامد وانت مش واخد بالك ان هي عملت تاثير جامد في الكيرف بتاعك. هي بس مشكلتها ان كل ما الباتش سايز
يزيد اكتر ممكن الفاليديشن ايرور بقى تبدا تزيد لما انت عشان انت انت بتعملها على ميني باتشز. بس احنا عارفين من الاول ان الباتش سايز لما يزيد ممكن يبدا يعمل مشاكل. شكرا. لا احنا عارفين ان احنا الباتشز دي يعني عدد الداتا اللي انت هتاخدها في المره الواحده. فاكر في ستوكاستيك جريدينت ديسنت لو رجعت هتلاقي ان احنا ايه الباتش سايز ده كده هيبدا يقصر. اي حاجه معتمده على الباتش سايز بتبوظ لما الباتش سايز يكبر، لان هي كده ما بقتش لان هي كده ما بقى تاثيره قل، يعني هو اهميته قلت. انت الباتش سايز ده انت عمال تاخد عايزهم يبقوا مختلفين على بعض، كل ما الباتش سايز يزيد اكنك رجعت تاني من غير باتش سايز، اكنك رجعت قربت لل خدت كل الداتا يعني لو انت خدت الداتا كلها مره واحده يبقى باظت.